سلام، قواك الله قواك الله. بشر ها، الحمد لله رب العالمين. عيالي الحلوين، يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامج عيالنا، اليوم نتكلم عن البساطة زمن الطيبين. حياكم معانا، إن شاء الله تستمتعون بكل شيء نقول لكم في هالحلقة. سلام الملكي، 1 2 3. بحرينا ملكنا، رمز الوئام، دستور عالي المكانة والمقام، ميثاق قالت الشريعة والعروبة والقيم، عاشت مملكة البحرين بلد الكرام، نهر السلام، دستور البحرين. عاشت مملكة البحرين. عاشت مملكة البحرين. عاشت مملكة البحرين. عيالي الحلوين، عيالي الشاطرين، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عيالنا. كلكم عيالنا، حياكم معانا عشان تستمتعون وتستفيدون من كل شيء بنقدم لكم في هالحلقة. استريحوا. احنا بدينا بالسلام الملكي، وحلقتنا بتتكلم اليوم عن البساطة. الأوليين شلون كانوا بسيطين في كل شيء، وهالبساطة احنا اخذناها طبعا من دين الإسلام، من طباعنا، من طريقة حياتنا، حتى علمنا شايفينه اللي هو باللون الأحمر والأبيض، وفي كم مثلث؟ خمس مثلثات. طبعا هذه علمني يدل على حتى ايماننا بالله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا المثلثات تعني اركان الاسلام الخمسه، اللي هو شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، الزكاه، الصلاه، الصيام، الزكاه، قلت وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يعني مو لازم عليك، لازم تحج البيت صح؟ اللي عنده وقادر، قادر صحيا وقادر ماديا يروح، ما عنده لا يروح، الله سامح له، عدل. إذا احنا بنتكلم عن البساطة حتى في دين الإسلام. التسامح سمة من سمات المسلم، يسمح، يعفو، وهذه الله سبحانه وتعالى يسمح لنا في أشياء كثيرة. إحنا نغلط أشياء وايد كل يوم ونقول استغفر الله العظيم والله يغفر لنا، نغلط ونقول استغفر الله العظيم والله يغفر لنا، نغلط ونقول استغفر الله العظيم والله يغفر لنا، لكن مو نكرر الغلطات على طول على طول ونقول الله بس بيغفر لنا. لازم الواحد إذا غلط يتوب توبة نصوحة. شو توبة نصوحة؟ يعني ما يعيدها، يعني يندم على اللي سواه ويستغفر ويعاهد نفسه وبينه وبين الله انه ما يعيد مرة ثانية عشان يستقيم في حياته. انا عندي 4 كرات، تعالي وتعالي وتعالي بعد وتعالي. وقف. شو اسمك يبا؟ محمد. سارة. بدور. أمير. امسك الكرة، امسك الكرة، امسك الكرة، امسك الكرة. أبغيكم في ظرف دقيقتين تروحون وتخشون الكرة في مكان ما حد يشوفكم، تعالوا لي. 1 2 3.
عبال ما يجونا عيالي لونا بنتكلم عن شيء وايد مهم، عن علاقتنا برب العالمين. خشته علاقتنا برب العالمين، علاقتنا بالناس، علاقتنا بأهلنا وأصدقائنا. خلصتي؟ زين، وين بعد؟ وصلت بعد واحد؟ بعد واحدة؟ من هي؟ زين، خشيتي في مكان ما حشافك؟ تمام، استريح. خشيتي في مكان ما حشافك؟ استريحي. خشيتي في مكان ما حشافك؟ استريحي. وين وعد؟ خش تلفت يمكن مني ولا مني. المهم عيالي علاقتنا نقول بالله سبحانه وتعالى تكون قوية، لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على كل شيء. تعالي خشيتيها ما حشافك؟ ها بس يمسك بس واحد كان يلاحق من قدام روح ما ها وخشيتيها. تفضلي قاعدة اطلعوا عيالي، ايش رايكم؟ حشفهم ما حشفهم؟ متأكدين؟ فكروا اليوم بلا حد شافهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شافهم كلكم، الله شافكم وانتم تحطونه. يعني معناها ان احنا مهما سوينا ومهما خشينا عن كل الناس وكل البشر، في الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، صح ولا لا؟ لو جلستوا في حجرتكم وسكيتوا الباب وظلام وسكيتوا الدرايش، على بالكم ما حد معاكم، خذتوا التليفون مثلا ولستوا تلعبون فيه، الله يشوفنا. الكلام اللي نقوله حق الفلان ولا علان غلط ولا صح، الله مطلع عليه. وفي ملكين، واحد على اليمين وواحد على اليسار. اليمين يكتب حسنات، واللي على اليسار يكتب السيئات. حسنة أعطاك 10، سيئة بعدين ما مال الحسنات يقول له اصبر لا تكتب عليه، يقول حق مرسل لا تكتب عليه، يمكن يستغفر. إذا استغفرت قال لا تحط عليه، إذا ما شيء زين قال لا أعطى حسنة بدال السيئة. فإذا إحنا ما ندش حجرتنا وصك علينا الباب وعندنا التلفون، ما نجلس نشوف كل شيء. ترى التلفون يا عيالي في كل شيء، في زين وفي شين. إحنا نشوف الزين عشان الله سبحانه وتعالى يعطينا الخير، الشين ما نشوفه لأنه يخرب أخلاقنا. وبعدين أنا ما أقول في كل شيء في التلفون، أي شيء يطلع من لسانك ما تقدر تصلحه مرة ثانية. تبي تقول كلمة تبي ترجعها مرة ثانية، خلاص كتبت عليك. الكتابة بعد في التلفون، بكتب أنا مسج حق صديقتي ولا حق صديقي ولا شيء، إذا ما كان في شيء مفيد ما كتبه، لأن إذا كتبته يحاسب عليه. بكرة أفواه ندي تنصك. من يتكلم؟ لا جلودنا تشهد علينا، يدنا تشهد علينا، ريل تشهد علينا، عيوننا تشهد علينا. فإحنا يجب أن إحنا دائما نكون عند الله طيبين عشان الله يكتبنا من أهل الجنة. كلنا بالجنة، في حد ما بالجنة؟ كلنا بالجنة. فالله سبحانه وتعالى يسامح. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، حتى رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يسامح. النبي عليه الصلاة والسلام في وين عاش؟ في مكة. مكة كفار، ايش كانوا يعاملونه؟ يقطون على وساقه ويسجد، يعذبونه، يعذبون أصحابه، يضربونهم. دخل هدم الأصنام، دخل الإسلام في مكة، يقول اللي عذبوه، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. ايش قال لهم؟ فاذهبوا أنتم الطلقاء. سامحهم الرسول عن كل شيء. هذا هو التسامح في الدين. Yeah!
قصتنا كيف عواهدك وهذا أثر فأسك. كان في خيال عنده مزرعة، بعدين في يوم من الأيام شاف ثعبان كبير حي عودة تمشي في المزرعة. قال أوه أنا لازم أتخلص منها، لأن الحية ممكن تضره، ممكن تلدقه، ممكن تلدق حتى الحيوانات الموجودين، ممكن تسوي كل شيء. فراح يبي يضربها. قالت له لحظة، الحية تقول حق المزارع لحظة واحدة، إيش رايك أنا كل يوم أعطيك قطعة ذهب وأنت ما تسوي فيني شيء، أنا أروح وايي، أنا ما بضرك. قال له ها قطعة ذهب؟ قال له قال إيه قطعة ذهب بعطيك. قامت راحت جابت له قطعة ذهب، تفضل هذه مال أول يوم. قال بس روحي خلاص، هذه عهد. دائما المعاهدة أو الاتفاقية الإنسان يلتزم فيها، ما يخون العهد. استمرت كل يوم الحية تقول تفضل هذه الذهب، كل يوم تحط له في مكان هو يأخذها. استانس، ذهب 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 كل يوم كل يوم. قال بيه هذه أكيد عندها مخزن ذهب الحين، أنا لازم أقتلها علشان أخذ الذهب كل اللي عندها، بس أول أعرف وين الذهب. راح تتبعها تتبعها وشاف إنه في مغارة عودة ومحطوط الذهب كميات كبيرة. قالي كل يوم تجيب لي ذهب صغيرة؟ لا أنا لازم أقتلها عشان أخذ الذهب كله. خذ الفاس، تعرفون الفأس قاطع، ولبد عند الشجرة، وشوي شوي والليالي الحية ما شافته، وتو هو واصل عند الشجرة وتنتبه إنه واحد واقف يم ويهوي بالفاس، تخ بس ما صدع شردت وراحت. يقول أخ ما قتلته. يوم ثاني ينتظر تيد الذهب ما في، يوم ثالث ما في، يوم رابع ما في، أخ خسرت. أنا لازم الحين أستسمح منها وأقول له سامحيني وخلاص. راح لها قال لي يا حية؟ قلت له نعم. قال لها خلاص أنا آسف. شردت عليه الحية. كيف أعاهدك وهذا أثر فأسك، لأن الفاس اللي ضربه صار جسمه شوية، هذا أثر فأسك، فكيف تبيني الحين؟ أنا عاهدك ما نعاهد الخائن، ما لو نعاهده مرة ثانية نحط بالنا زين علشان ما يغدر ابنه، ما نثق فيه. ما علينا تعاهد مع أي واحد، لكن إذا نحط بالنا ونفتح عيوننا عشان ما يعتدي علينا مرة ثانية. هذه قصة كيف أعاهدك وهذا أثر فأسك. بناتي ما شاء الله عليهم يقرون شوية وهذه زين، والحين بعد دايما في الأيام الحلوة الأيام الجميلة رمضان وغيره وأيام الجمعة احنا دايما نقرأ، مو بس نقرأ القرآن، نقرأ الأحاديث ونحاول نفهم أشياء فيها، وإذا ما عرفنا نسأل اللي أكبر منا ولا نسأل حتى الملة ولا المطوع عشان يقول لنا معنى الحديث. انت بساعة كان قلتوا لي على الحديث إيه؟ إيه؟ ما سمعيني بما معناه شنو؟ بكى رسول صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام يوما ما قائلا اشتقت لأحبابي، فقالوا نحن أحبابك، قال لا أنتم أصحابي، أحبابي قوما يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. من هو أحبابه؟ واللي عقب واللي قبل. يا سلام يا سلام، الله يجمعنا إن شاء الله كلنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. قولوا آمين. آمين. زين عيالي، نتكلم على شاشي بسيطة عن أمثال شعبية. يقول لك منطق طبله قال أنا قبله، وانت بس منطق طبله قلتي أنا قبله، يعني إيش معناها؟ بتحركون منطق طبله قال أنا قبله. أيوة بروح مكان
يقول انا بعد ابي وياك. اي نعم يعني من اللي طق الباب من سبق لباقي مثل ما يقولون. حلوه سبق ولا واحده؟ لا هذه غير من طق طبل قبل يعني واحد كل من قال شيء انا بروح، من قال انا بروح، بدي حرس انا بروح، السوق انا بروح، هذه كلكم من طب طب قال انا قبل بس كلها بتروح. وانت شو قلتي بساعة المثل؟ من سبق لبق؟ من سبق لبق شو من سبق لبق؟ هي الحين انا يا جماعه خلينا كلنا نروح نجلس على الكراسي اللي هناك مثلا بس ليش قاعد مني؟ والله من سبق لبق هذه هذه تقبل الكرسي زين. إذا ريجك حلو لا تبلعه كله، إيش معنى؟ إذا ريجك حلو لا تبلعه كله. ما مش لا تنتين ها وانت وها وها. إيه إيه تقع. بس ها. يعني إيه. يعني إذا واحد كله يقول يعني يعطيك تقول بعد عطني يعطيك بس عارف بقول لك عطني عطني يعني عارف اذا ريجك حلو لا تفل كل يعني شوي شوي علي وكل بس عطني عطني قول ما علي اسف هالمره زين يقول لك لسانك حصانك ان صنت صانك وان خنت خانك هني ايوه يعني لو يوت لسانك كان نفس لين يوت حصان تيود لسانك عشان ما تقول الشيء الخطأ عشان ما يحسب عليك الإثم ويكتبوا لك الإثم. فاللسان هذه وايد مهم، لا تقول كلمة الأول توزنها مو بس تقول على أو تقول كلام مني والدرب أو تطلع إشاعات مني والدرب هاي كله محسوب عليك بتسوي لك عداوة وبتحصل لك آثام والسب لسانك هذه أكثر ما أهل النار اللي يتكلمون على الناس اللي يتكلمون على الناس فلان فيه وفلان فيه هاي تحمله وعيالي احنا نقول البساطة في كل شيء الأوليين بسيطين في كل شيء تيوم حق البيت تشوفون بيته بصغير شوفوا انتوا احنا في القرية التراثية شفتوا الحوش حجيرتين والله حجرة الليوان طيبخ صغير بس الأوليين يقولون لهم زين خذوا مساحة عندكم الأرض حين إلا بلاش إلا الفوت بربية ما كم شو يقولون الأولين يقولون لا البيت قدام شو معناته البيت قدام ما يعني اللي بيه الأرض واسعة حياة لا 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 هم يقولون البيت قدام هم ما توهم الحياة الحين توهم الآخرة شنو البيت الجنة قدام البيت قدام بيعيشون بعدين في الجنة هذه اللي دنيا ورايحة يقول لك البيت قدام فالبساطة في كل شيء تين حق لباسهم الريال يلبس توب غترة بس ساعة قال بيروح المسجد والله بيروح مكان ساعة قضاء ها نعال وزار راح الياهل بس قطرة بقحوية مش لعبة والله حتى بوزار ويقعدون كانوا بسيطين في كل شيء حتى الأكل ما نحط هلون سفرة شكبرها وكل مني هاي مني ومني ومني لا عيش شلاني مع سبيتش مشوية والله ما قبل أو قب قب يا القب قب أو لا أو بنخي باج بسيط طفي باج اللي فكانوا الأولين وايد بسطاء في أكلهم في حياتهم في كل شيء وقنوعين لأن أهم شيء إحنا عندنا الله أنعم علينا شنو بالصحة والعافية عندك الصحة والعافية كل الحمد لله رب العالمين ما غيرك ما عنده الحمد لله عندك عيونين شوف عينين شوف عندك خشب عندك إذن عندك ريل تمشي الحمد لله رب العالمين وعندي فايدة أنا عندي فلوس وايد وأنا ما أشوف أو هذا مريض عدل فالبساطة عيالي ما في أحسن منها عيشوا في البساطة إن شاء الله وإن شاء الله تعيشون سعداء دائماً الحين أقول لكم إلى اللقاء وألقاكم إن شاء الله في حلقة ثانية ومع السلامة.